سيادنا السلام عليكم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم. ومرحبا بكم في قناة مشارع المغرب. حياكم الله فتحية خاصة. السلام عليكم. الله يعاون أخي. إذن إخواني أخواتي كنتواجدوا شارع الحسن الثاني، وهذا مشاهدينا الكرام. شارع الحسن الثاني حراقية بسم الله على بركة الله. إذا الأشغال على قدم وساق. هادو هما الفندوات اللي غيتحيدوا. لاحظوا معايا شحال عندنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. حاليا الخدمة كاينة الفوق، حنا غادي نطلعو نشوفو الخدمة اللي كاينة الفوق. انطلاق الأشغال على القنطرة التي فوق السكة الحديدية وفوق الطريقة الوطنية، طريق رقم واحد شارع الحسن الثاني الحراقية نايضة. هنا أشغال ديال الفندوات اللي كيخدموهم حاليا فريق الهلاوي، ها هما كيتبريباراو تيعمروا لنا بالإسمنت المسلح اللي غيتوضعوا هنا. لكن هنا الأشغال مشاهدينا الكرام، لاحظوا معايا الحراقية نايضة. إذن هي الطريق تقطعات فالحاضر بالغليب، القنطرة في اتجاه الهرهورة فهي مقطوعة بالكامل. إذن على بركة الله انطلاق الأشغال مشاهدينا الكرام. قلعوا الإسفلت. إذن مشاهدينا الكرام، الناس اللي كتسأل على هذا الجسر، هذه القنطرة غادا تعاود الهيكلة ديالها وغادي توسع، غتولي ما شاء الله. إذا هذه الطريق الوطنية شارع الحسن الثاني اتجاه مركب الأمير مولاي عبد الله. إذا هذه القنطرة إن شاء الله غادا تعاود بالكامل. يا خوتي القنطرة كنحس بها كتزعزع، الله إلا ما كاينها الحديد، ما شاء الله.
كان هادشي كلشي اللي كتشوفوا مشاهدينا الكرام كلها غادي تعاود ولا غديجاجة، وغادي نوضعوا فندوات جداد، يعني غتولي عندنا قنطرة جديدة بحول الله. وراه هي مقطوعة الجهة اللي مقابلة، لاحظوا معايا. فالحاضر يبلغ الغيب مشاهدينا الكرام. إذا المشاهدين الكرام، الفندوات هما كيتخدموا هنا، ثلاثة هنايا وجوج بانوا ليا اللي هي خمسة تقريبا، وها وحدة هي طالعة كيشبكوا ليها الحديد. إذا لاحظوا معايا المشاهدين الكرام كمية هادشي، يلاه عاد بداو وشو شحال ديال المخلفات تحت الصخور والحجر ولا البيطون. شوف ما شاء الله تبارك الله، هادي راه غير البداية فقط، مازال كلها غادي ترابوطة مزيان بحول الله. إذا المشاهدين الكرام هكذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه مشاريع المغرب، مع تحية أخوكم سيمو من قناة مشاريع المغرب. إلى اللقاء يا أصدقاء.